السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هتكلم معاكم النهاردة عن باقي محاضرة الرينال فيليور، الجزء الثاني منها وهو الكرونيك رينال فيليور. وهنتكلم عن الكرونيك رينال فيليور بكل حاجة فيه، زي ما اتكلمنا عن الأكيوت رينال فيليور، يعني هناخد الديفينيشن بتاعه وايه هي الكوزز بتاعته والساين والسيمتوم، وبعد كده هيدخل على الهيموداياليسيس والدياليسيس وايه الفرق بينهم. المحاضرة او باقي المحاضرة فيها برضو معلومات كويسة، وجزء ان شاء الله يكون سهل بإذن الله. قال لي اول حاجة الديفينيشن، بيقول ان الكرونيك رينال فيليور انفولفز البروجريسيف، يعني بيكون حاجة بروجريسيف، بيكون ريفرسابل، اللي هو انا مش هقدر اعالجه، او نوت كيورابل. يعني ايه؟ يعني بيبقى ايه؟ يعني بيبقى ريفرسابل دامج في النفرون، يعني بيحصل تلف في النفرون اللي رجع فيه، يعني مش هقدر ان انا اعالجه، على عكس مين؟ على عكس الاكيوت. تمام. ان بوث كيدنيز، في كلا الكليتين، والحته دي مهمه عشان ممكن يجي يقول ان هي في كليه واحده ويقول لي صح ولا غلط، فانا ابقى عارفه ان هي بوث كيدنيز مش كليه واحده. تمام. ات مي تيك مانثس تو ييرز، يعني ان الكرونيك رينال فيلير ده بياخد شهور او سنين، يعني من شهور لسنين، عشان كده هو حاجه كرونيك، حاجه مزمنه معايا. تمام. فور سي ار اف اللي هو الكرونيك رينال فيلير، اختصارها يعني ان هو يحصل. بعد كده الكوزز بقى بتاعت الكرونيك رينال فيلير، قال لي اول حاجه عندي حاجه اسمها الجلومير يونوفرايتس اند الكرونيك باي اليونوفرايتس، اللي هو معناها التهاب في كبيبات الكلى، وده مرض بيصيب كبيبات الكلى، ودي بتتكون يعني ايه؟ بتتكون من شعيرات دمويه بتكون مسؤوله عن ان هي تنقي الدم من الفضلات، اللي بتكون موجوده فيه. فهو ده الجلومير يونوفرايتس ده، فبيحصل فيه التهاب. اما البايليونوفرايتس ده بيكون التهاب في المسالك البولية يعني. بعد كده حاجة الديابيتك نيفروباسي، اللي هو بيحصل عندي مشكلة في الكلية بسبب مرض السكر، يعني احيانا السكر او الديابيتس بيسبب لي كرونيك رينال فيلير. يعني الهايبرتنسيف نيفروسكلوروزيس، يعني برضو بيحصل عندي مشكلة في الكدني او بيسبب لي كرونيك رينال فيلير بسبب ارتفاع ضغط الدم. تمام. او السيكل سيل انيميا، اللي هو حاجه فقر الدم الايه المنجلي، اللي هي بتخلي شكل كرات الدم الحمراء بيبقى ايه، بيبقى شكلها منجلي يعني وكده، فدي بتسبب لي انيميا اصلا. تمام. والحاله دي بقى بتعمل لي كرونيك رينال فيلير. وحاجه سيستميك ليوبس ريزماتوزس، ده يبقى كده سيستميك ليوبس ريزماتوزس دي اللي هي الزئبه الحماميه المجموعيه، يعني ايه برضو؟ عايزين تقولوا حياتي بقت احسن بكتير، معناها اللي هو اضطراب التهابي مزمن بيكون في النسيج الضام، وبده حاجه مرتبطه بالمناعه الذاتيه يعني. بعد كده الاتش اي في اللي هو الفيروس الايدز اساسيه النيفروباسي، وطبعا احنا قلنا اصلا النيفروباسي دي ان هي بتكون ايه، بيكون ضرر في الكليتين، بيبقى ناتج عن بيحصل تعرض، يعني بيحصل تعرض للكليه في التصوير الاشعاعي يعني، فده بيعمل لي ايه نيفروباسي، مشاكل كلها في الكدني يعني. فهو هنا المهم قوي ان انا ابقى عارفه ان الاتش اي في اسوسييتد نيفروباسي ده سبب مهم بيعمل لي كرونيك رينال فيلير. البروستاتيك والبلادر تيومرز، اي اورام في البلادر في المثانه او في البروستات، فهي دي ايه بتسبب لي كرونيك رينال فيلير. يوريتر اوبستراكشن، انسداد في اليوريتر او الحالب. كالكولاي اللي هو الحصوات، لو في اي عندي اي حصوات، اي ستونز زي ما قلنا قبل كده. بوليسايتيك كيدني ديسيز، اللي هو بيبقى عندي عارفين اللي هو مرض الكيسات، اللي هو الاكياس اللي بتبقى موجوده في الكيدني، قلناها برضو. والرينال انفاركشن ده اللي هو الاحتشاء الكلوي، اللي هو بيبقى يعني موت جزء من عضو من اعضاء الجسم بسبب نقص حاد في تدفق الدم، فهو هنا بيحصل بقى ايه موت جزء من الكليه بسبب ان الدم اللي واصل لها بيكون ايه قليل يعني، فبيسبب لي كرونيك رينال فيلير اللي هو الرينال انفاركشن. وكده تكون الكوزس خلصت. ندخل بقى على الساين والسيمتوم بتاع السي ار اف او الكرونيك رينال فيلير. قال لي اول حاجه ايه هي الاعراض اللي ظاهره عليا؟ قال لي جنرال ال فيلينج، احس ان انا دايما احس ان انا ال يعني ومريض وكده، عندي فتيج تعب، احس ان انا عندي هيدك، جنرال ويكنس في ضعف دايما وكده. وتاني حاجه جاسترونتستينال سيمتومز، اللي هي بتبقى امراض خاصه بالجهاز الهضمي يعني.
زي ايه؟ زي الانوركسيا، ان انا يبقى عندي فقدان في الشهية. عشان يعني قلت لكم ان انا هثبت لكم ان محدش عنده فشل كلوي، عشان محدش يقول انا عندي فتيج ومش عارفة وعندي صداع الحاجات دي. فلا، احنا اكيد كلنا يعني محدش عنده انوركسيا خالص، محدش عنده فقدان في الشهية بس. فبالتالي ايه؟ فبالتالي يعني محدش عنده فشل كلوي. طبعا احنا برضو بنهزر، بس قلت هثبت لكم. الانوركسيا اللي هو يعني اللي هو ايه؟ فقدان في الشهية. ونوزة اللي هو فوميتنج، ونوزة اللي هو الترجيع يعني، او الغثيان. وداريا وميتاليك تيست قلناها قبل كده، اللي هي معناها مرارة في الفم وكده. وسيرست ان الانسان يبقى عطشان. وفريكوانت فريكوانت هقبض، دي اللي هي بتكون تشنجات متكررة في الحجاب الحاجز يعني. ان يونيت تنشنال ويت لوس، اللي هو بيحصل فقدان في الوزن بشكل غير ايه يعني، اللي هو مش لاقيه له سبب. انا في الانسان عمال يفقد وزن بدون سبب كده. فدي كلها مشاكل خاصه بالجاسترو انتستينال، اللي هو امراض يعني وحاجات خاصه بالجهاز الهضمي. بعد كده النيورولوجيكال، امراض بقى وحاجات خاصه بالجهاز الايه العصبي. زي ايه؟ زي ديكريز الالترنس، ان انا كله في الوعي، اللي هو الانسان مش بيبقى واعي دايما. في دروسنس اللي هو نعس على طول. في سومنلس اللي هو الرغبه الشديده في النوم، اللي انا دايما عايز انام. الليزارج دي اللي هو الكسل. كونفيوجن، في ارتباك. في ديليريوم، ديليريوم ده اللي هو معناه ايه؟ هذيان، اللي هو ايه؟ تغير في القدرات العقليه شويه. ديكريز في السنسيشن ان ذا هاندس والفيت، بقى احس اللي هو ايه؟ السنسيشن بتاعي بيقل في الهاند والفيت، تمام. واذر اريز ومناطق تانية. ماسل تويتشنج اللي هو في كرامبس، في تشنجات، في سازير وكوما، في غيبوبة وكده. عندي كمان في السالت والوتر ريتنشن ليدز اديما، يعني انا لو حصل عندي احتباس في مين؟ في الوتر والسالت الاملاح وكده، فده ممكن يعمل لي اديما. والكونجستيف هارت فيلير يعمل لي هايبر تنشن. and occasionally ascites. ascites دي اللي هو احتباس السوائل في البطن يعني. رقم خمسة في الساين والسيمتوم بتاع الكورونيك رينال فيلير، ان انا يبقى عندي بريوزنج، في كدمات او بليدنج. مي هاف بلاد ان ذا فوميت اور الستول، يعني ممكن الاقي كمان بلاد وفي دم في الفوميت او القيء بتاعي، او في حتى في الستول ممكن الاقي فيه ايه دم. رقم ستة السكين تشينجز، هلاقي عندي تغيرات في الجلد. زي ايه؟ زي ان انا ممكن الاقي انكريز للسكين بيجمنتيشن، اللي هو بيحصل تلف، يعني بيحصل تلف في الجلد وتهيج. بيبقى عندي جنرالايزد اتشنج اللي هو حكه، وبرده اللي هو بريوريتس دي اللي هو تهيج في الجلد يعني. ده بسبب ايه بقى؟ بسبب اكيوميليشن في اليوريا فورست، واللي هو حاجات بتسبب لي كلها دامج للجلد يعني. سكين مي ابير يولو، اللي كمان ممكن الاقي عندي لون الجلد يكون يولو، يكون براون بني. ونيل ابنورماليتيز، حتى الاظافر هيبقى شكلها يعني اللي هو فيه هتبقى ابنورمال مش طبيعيه. رقم سبعة اللي انا هبقى الاقي عندي رابد دي بريسنج، اللي هو بسميه القسمه البريسنج، نوع من التنفس يعني، او مشكله في التنفس. هلاقي بسبب ايه بقى؟ بسبب الميتابوليك اسيدوزس والديسبينيا، وكمان ممكن الاقي ديسبينيا اللي هو ايه؟ صعوبه في التنفس. مي بي اكوير دو تو انيميا، بسبب الانيميا. الحته دي مهمه، او الصين والسمتوم عامه كلها مهمه، تمام. في الرقم 8 اللي هو الاستوماليكيا دي، او الاستوماليشيا اللي هو لين وضعف في العظام. اندرينا الاستو استيو ديستروفي اللي هو مرض برضو في العظام. ورقم 9 اللي هو ديكريزد ان اللايبيديو، اللي هو نقص في الرغبه الجنسيه يعني. و والامبوتنسي ده اللي هو الضعف في الانتصاب. اند الامونوريا مي اكواير اللي هو غياب او انقطاع الطمس يعني. بعد كده في الدايجنوزيس كده الساين والسيمتوم خلصت، تمام. في الدايجنوزيس بقى كده احنا ناخد بقى الدايجنوز بتاع الكورونيك رينال فيلير. انا علشان عايز اعمل تشخيص او اعرف الكورونيك رينال فيلير ده ايه اسبابه كده، قال لي اول حاجه هشوف الهيلث هيستوري اند سيرش فور اندرلاين كوزز اوف السي ار اف. انا هشوف هل هو مثلا الهيستوري او كان عنده اي حاجه قبل كده من ان هي تسبب له الكورونيك رينال فيلير، اشوف الكوزز بتاعته. رقم 2 لابوراتوري ستاديز فول الكترولايت بانل، ان انا اشوف الالكترولايت زي الكالسيوم والفوسفيت واليوريك اسيد، مغنيسيوم، اند الالبيومين ليفلز. اعمل اناليزس يورينالايزس اللي هو تحليل بول، مايكروسكوبيك اكزام،
كوانتيتيشن اوف البروتين اليورين، اللي هو اشوف كميه البروتين في اليورين بتاعي، اشوف الرينال فانكشن تيستس، اعمل اختبار في وظائف الكلى يعني. كالكوليشن اوف الكرياتينين كلرينز اند البروتين لوزس، ان انا هشوف ايه المستوى الكرياتينين بتاعي والبروتين. كومبليت بلاد كاونت، هعمل رينال بايبوسي قلناها قبل كده يعني ايه، هعمل بارتيكولار ان ميكسد اورال ايديو بيسك ديزيز، اللي هي دي بتكون حاله مرضيه بدون اسباب معروفه، يعني حاله ما لهاش اسباب، حاله مرضيه تمام. راديوجرافيك ستاديز، ان انا هعمل رينال الترا ساوند، او اعمل تو عشان اعمل ايفالويت فور الاوبستراكشن، اشوف ايه اسباب الاوبستراكشن او الانسداد اللي حصل عندي، ايه سبب الستونز الموجوده او الحصوات اللي موجوده على الكلى، ايه سبب التيومر والكدني، اشوف الكدني سايز حجم الكليه هل هو نورمال ولا حصل فيه ديكريز او حاجه، اشوف الكرونيك تشينج والانتيجوريفي او السي اي سي تي سكان. ممكن اعمل سي تي سكان، ليه بقى هعمل سي تي؟ علشان اعمل ايفالويت للرينال ارتري ستينوزس، لو في ضيق في الشرايين بتاعه الكلى، يعني الشرايين اللي بتغذي الكليه ممكن يكون حصل فيها ستينوزس او اللي هو ضيق يعني، فبالتالي مش قادره توصل الدم بشكل كافي للكليه. وميجنتيك ريزونانس ايميجنج، اللي هو تصوير بالرنين المغناطيسي تمام. بقى كده تكون الدياجنوزس خلص. طيب ايه بقى الكومبليكيشن بتاع الكرونيك رينال فيلير؟ يعني لو انسان عنده كرونيك رينال فيلير ايه ممكن يدخل في ايه تاني ككومبليكيشن؟ قال لي ممكن يسبب له هايبر كاليميا، اللي هو ارتفاع نسبه الكالس بتاع ده البوتاسيوم سوري في الدم، دوتو بسبب ديكريز الاكسكريشن بتاعه، يعني الاكسكريشن بتاع البوتاسيوم او الكليه مش قادره تتخلص منه، فبالتالي بيزيد يعني، فبالتالي يعمل له هايبر كاليميا. ميتابوليك اسيدوزس، كاتابوليزم اللي هو ايه تكسير المواد الغذائيه يعني، اند الاكسسيف انتيك سواء الدايت او الميديكيشن او الفلود اللي انا او السوائل يعني. بعد كده بريكارديتس، ده اللي هو التهاب التامور، بيكون بسبب ايه الم حد يعني بيعمل لي الم حد في الصدر، ده البريكارديتس. والبريكارديال فيوجن، ده اللي هو تجمع للسوائل الزائدة حول يعني بيكون فيه سوائل كتير بتتجمع حول القلب يعني. وبعد كده رقم 3 في الكومبليكيشن، قال لي هايبرتنشن دو تو صوديوم اند ووتر ريتنشن، يعني حصل احتباس للصوديوم والووتر فيعمل لي هايبرتنشن. والحته دي او الكومبليكيشن برضو كلها مهمه تمام. في شويه رغي بقى كده جايين هقول لكم ان هم مش مهمين، بس الصفحه دي عامه كلها بصراحه مهمه. رقم 4 الانيميا، ليه بقى انيميا؟ بسبب نقص الاريثروبوتين برودكشن، وطبعا احنا برضو عارفين ان الاريثروبوتين ده هو اللي اصلا بيكون لي الكرات الدم الحمراء، فبالتالي ايه لو هو حصل فيه ديكريس فالانيميا، خدناها برضو يسبب لي انيميا يعني، خدناها قبل كده برضو في الفسيولوجي. واخر حاجه في الكومبليكيشن، ممكن يبقى يحصل لي بون ديسيز بسبب الكرونيك رينال فيلير اند ميتاستاتيك كلاسيفيكيشنز، اللي هو ايه يعني يبقى عندي انتشار السرطان يعني بيحصل سرطان وبيحصل له تنقل خلال الاعضاء والانسجه تمام، فبالتالي بيسبب لي امراض في يعمل يعني بيحصل امراض بقى في العظام ويحصل لي انتشار للسرطان بين الانسجه يعني، عافانا الله واياكم. بعد كده بقى المانج بتاع الكرونيك رينال فيلير، انا بقى عايزه دلوقتي اشوف ازاي اعالجه وازاي اعمل مانج للكرونيك رينال فيلير ده. قال لي جنرال او كونسرفيتيف مانجمنت، يعني العلاج الطبي او اللي انا هستخدمه ايه هو؟ قال لي اسوشيتد ديزيز ذات كوز اور ريزلت فروم الكرونيك رينال فيلير ماست كنترول ات، برضه نفس الحوار هناك، احنا قلنا عشان اعالج حاجه اعرف لازم اعرف الاسباب بتاعتها وامنعها، هو نفس الحوار، انا لازم اعرف الكوزس بتاعه الكرونيك رينال فيلير واعمل لها كنترول تمام. طيب رقم دي اول حاجه. طب تاني حاجه اعمل ايه تاني؟ قال لي بلاد ترانسفيوجن، انا عارفه ان اللي حصل كرونيك رينال فيلير مثلا بسبب ان الدم الواصل للكليه ايه بيكون قليل او مش تمام وكده، حصل فيه ديسربشن، فانا اعمل بلاد ترانسفيوجن، ادي كمان ميديكيشن زي الايرون اند الاريثروبوتين انجكشن مي بي نيدد تو كنترول انيميا، احنا قلنا برضو ان انا من ضمن الحاجات اللي بتحصل انيميا، طب ما انا ادي بقى ايرون وادي اريثروبوتين تمام علشان اتحكم في الانيميا دي. ورقم 3 الدايتري انترفينشن، الحاجات الغذائيه اللي بتدخل جسمي اتحكم فيها اشوف ايه اللي ناقص وازوده، يعني مثلا اتحكم او اعمل كنترول في الانتاج بتاع الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفيت والفلودز
is very recommended، يعني لازم اشوف الحاجات دي واظبطها. تمام. طيب some salts substitutes and the potassium rich fruits and vegetables should be avoided. الحتة دي مهمة عشان صح وغلط، يعني بعض السالتس والاملاح ماشي، والبوتاسيوم الغني بالفروتس والفيجيتابلز شود بي افويدد، الحاجات دي لازم اتجنبها. تمام. الفودز اللي بتكون هاي في الفسفور مي نيد تو بي افويدد، برضو دي مهمه قوي عشان صح وغلط. ذس انكلود الميلك، زي مين بقى اللي هي بتكون غنيه بالفسفور؟ قال لي الميلك والتشيز والفيش. تمام. طيب الفلود الوينز از، يعني كميه الفلود اللي بيكون مسموح لي بيها بيكون من 500 ل 600 مللي من الفلود خلال ال 24 ساعة يورين اوتبوت يعني. طيب الكالسيوم كربونيت مي بي ديسكرايبد تو بايندس، يعني دلوقتي مهم ان انا اخد او الكالسيوم باي كربونيت ده عشان يعمل لي بايندس للدياتري فوسفور ان ذا انتستينال تراكت في الامعاء يعني. تمام. سام ستادز سجست ذات الو بروتين دايت مي اولزو بي بنفيشال تو رينال فيليير، برضه دي مهمه. يعني انا عندي النظام الغذائي بتاعي لما يكون لو بروتين، يعني البروتين اللي فيه بيكون لو، فده بيكون مفيد للرينال فيليير. الحته دي مهمه، الرينال فيليير بيشنتس للناس اللي هم عندهم فشل كلوي، يعني الدراسات اثبتت كده. بعد كده بيقول لي سالوت بروتين ماست بي، البروتين طيب بقى اللي هو هيكون له ده لازم كمان يكون هاي بيولوجيكال فاليو. تمام. ده البروتين اللي مسموح ليا بيه يعني. طيب ده الديري برودكتس اللي هي منتجات الالبان والاكس والميتس هاي بيولوجيكال فاليو. بروتينز ار كومبليت بروتينز اند سبلاي الاسينشال امينو اسيد ذات ار نيسيسري فور جروث، يعني الايه ال قلنا ان انا عندي الامينو اسيد بتكون ضرورية او الحاجات اللي بتكون ضرورية للنمو والسيل ريبير، ان انا اعمل ايه سيل ريبير. وبعد كده واخر حاجة في المانجمنت ان انا اعمل ادكيوت للكالوريك انتيك، يعني اظبط السعرات الحرارية او الكالوري بتاعي. اند الفيتامين سبليمنتيشن ماست بي انشورد، وكمان حتى مستوى الفيتامينات او الفيتامين لازم اظبطهم. طيب نيجي بقى للرينال ريبليسمنت ثيرابيز، ايه هي بعض العلاجات او الحاجات اللي بستخدمها تاني؟ قال لي تو ريبليس اللوست كيدني فانكشن بيشنتس هاف تو اوبشنز، يعني دلوقتي عشان اقدر اصلح او اعمل ايه علاج لكل ان الكيدني بيكون عنده نقص في الوظائف بتاعتها. قال لي البيشنت بيبقى عنده قدامه تو اوبشن، عنده خيارين اتنين، اما يعمل ترانسبلانت او يعمل دياليسيس. تمام. بدا هو بالدياليسيس وهيبدا بقى يتكلم عنه بكل حاجه، ايه هو اصلا الدياليسيس وهيقول لي ايه انواعه. تمام. وامتى اعمل دياليسيس وامتى لا وكده. طيب فبيقول ان الدياليسيس دي بتكون اللي هو الغسيل الكلوي، يعني بيكون بروسيس، بتكون عمليه يوزد تو ريموف الفلود، بستخدمها عشان اعمل ريموف للفلود والويست برودكتس اند التوكسيك سبستنسز فروم ذا بلاد. ليه؟ لان اصلا الكدني مش قادره تعمل كده، فانا لما بعمل دياليسيس بجيب بقى الحاجه اللي هتعمل لي كده، اللي تعمل لي ريموف للفلود والويست برودكتس واي حاجه سامه عندي وكده من الدم. وين ذا كيدنيز ار ان ايبل تو دو سو. طيب بيقول ان في الدياليسيس سوليوت مليوكرز ديفيوز ثرو اسيمي بريميبول دي، اللي هو يعني انا ايه بعمل الحكايه دي من خلال بيكون غشاء شبه منفذ يعني ممبرين باسنج فروم ذا سايد اوف الهاير كونسنتريشن تو ذا سايد اللور كونسنتريشن، يعني ايه؟ يعني بيقول في الغسيل الكلوي ده او في الدياليسيس ده الجزيئات الذائبه بتنتشر خلال او بتنتشر خلال غشاء شبه منفذ وبتمر من الجانب الاعلى في التركيز الاعلى للمنخفض، يعني طبيعي زي ما احنا متعودين ان اي حاجه بتعدي من التركيز العالي للمنخفض. تمام. بعد كده بقى بيقول ان الفلود باس ثرو ذا سيمي بيرميبل ممبرين اللي هو الغشاء شبه المنفذ زي ما قلنا بواسطة ايه بقى؟ باي مينز اوف الاسموزيس، الخاصية الاسموزية، الحتة دي مهمة. اور الالترا فلتريشن او حتى الايه اللي هو الترشيح، يعني ابلكيشن اوف الاكسترنال بريشر اللي هو الضغط، يعني من خلال ان انا بعمل ضغط خارجي على الممبرين ده. بيقول ان الدياليسيس از موست فريكوينتلي يوزد فور البيشنت، ان بستخدم الدياليسيس اكتر حاجة في البيشنت اللي بيكونوا هاف الكيدني فيلير. But me be also used to quickly remove drugs or poisons، وانا كمان بستخدمه لو انا عايز اعمل ازاله سريعه للدرج والحاجات السامه دي في الاكيوت سيتويشن، في الحالات اللي هي بتكون بقى حاد يعني حاله فعلا حاده، فانا لازم استخدم الايه الدياليسيس ده بسرعه. تمام.
this technique can be life saving in people with failure. يعني التكنيك ده او الدياليسيس ده بيقول ان هو بيعمل لايف سيفنج، اللي هو يعني بينقذ حياة ناس كتير اللي بيكون عندهم فشل كلوي. يعني الدياليسيس doesn't cure or reserve renal disease. بيقول ان الدياليسيس ده مش بيعالج، واحنا عارفين ان هو فعلا مش بيعالج، هو احنا بس بنستخدمه كذا مره، يعني اللي هو على حسب ما الدكتور بيكون محدد للبيشنت ده علشان يعمل لي ريموف للحاجات اللي احنا قلنا عليها. تمام. and isn't able to compensate for a kidney's endocrine or metabolic function. وكمان يعني هو مش بس مش بيعالج، ده هو كمان مش بيقدر يعوض الوظيفة بتاعت الكدني كوظيفة ميتابوليك وكإندوكراين يعني. وكمان الدياليسيس مي بي بيرفورمد ان تو ويز، انا ممكن اعمل الغسيل الكلوي او الدياليسيس ده بطريقتين، بريتونيال ودياليسيس وهيمو دياليسيس. هنعرف دلوقتي ايه الفرق بين الاثنين، واوريكم برضو صورة يعني توريكم الفرق بينهم. الغسيل الكلوي او الهيمو دياليسيس ده بيحتاج آلة، او آلة يعني آلة بتكون صناعية، تمام، اسمها آلة الكلى الصناعية، ده الهيمو دياليسيس. اما البريتونيال دياليسيس ده لا، ما بيحتاجش كده، والصورة برضو هتوضح. بيقول لي بقى ان البريتونيال دياليسيس ده او اللي هو اختصاره بي دي بيكون ريموفال للويست كيميكالز، بيعمل ريموفال للويست كيميكالز والاكسترا ووتر فروم ذا بودي من الجسم، يوزنج البريتونيال ممبرين از فلتر. باستخدام مين بقى في البريتونيال دياليسيس؟ بيستخدم هنا البريتونيال ممبرين، تمام، كنظام فلتر يعني. طيب ايه هي الانديكيشن بتاعت البريتونيال دياليسيس؟ قال لي ليه 6 انديكيشن. قال لي اول حاجه بريفيرد دياليسيس موداليتي، اللي هو بس يعني بيفضل ان انا استخدم الطريقه بتاعه الدياليسيس او البريتونيال دياليسيس دي لليونج تشيلدرن والاولد تشيلدرن. الحته دي مهمه قوي، تمام. طيب دي اول حاجه، مهم ان انا بستخدم يعني بفضل ان انا استخدم للاطفال وكمان الاولد بيشنتس. طيب رقم 2 كارديو فاسكولار ديزيز، امراض خاصه بالايه بالقلب والاوعيه الدمويه زي السي اتش اف اللي هو اختصار للكونجستيف هارت فيلير، والاي اتش دي اللي هو اسكيميك هارت ديزيز، تمام، اللي هو نقص الدم الواصل لعضله القلب، يعني هو ده الاي اتش دي. طيب يبقى كده بستخدمه مع اليونج تشيلدرن والاولد بيشنت وكمان الكارديو فاسكولار ديزيز اللي هو السي اتش اف والاي اتش دي. لا اكبر ولا عزه الا بالله. طيب رقم 3 البيشنت ويز سيفير هيمودايناميك انستابيليتي اون الهيمودياليسيس. يعني هو هنا بقى في رقم 3 دي بيقول ان انا هستخدم الايه الهيمودالي او ما استخدمش. امتى استخدم الهيمودياليسيس؟ لما مع الناس اللي ما يكونش نافع معاهم البريتونايل دياليسيس. وامتى ما استخدمش البريتونايل دياليسيس؟ مع الناس اللي مش نافع معاهم البريتونايل دياليسيس ونستخدم ليهم الهيمو دياليسيس. يعني ايه برضه؟ عشان مش هتكونوا يعني الحته اللي مش هتكون واضحه بشكل كويس. يعني بيقول لي ان انا دلوقتي السيفير هيمو دايناميك ده يعني انا بيبقى عندي حركه تدفق الدم بيكون غير طبيعيه وان ستيبل، تمام. فهو علشان كده في الهيمو دياليسيس يعني بتكون غير طبيعيه في الهيمو دياليسيس. فانا باجي بقى ما بستخدمش الهيمو دياليسيس واستخدم البريتونايل دياليسيس. يعني عارفين اللي هو فيه ناس او بيشنتس مش بيبقى نافع معاهم الهيمو دياليسيس فيستخدموا مين؟ البريتونايل دياليسيس، والعكس بقى. اتمنى تكون وضحت. طيب رقم 4 الاكستنسيف فاسكولار ديزيز، انا امراض بتكون شديده في الاوعيه الدمويه. 5 البيشنتس ويز ديفيكولت فاسكولار اكسس، يعني ده بيكون بروسيجر بيعملوه علشان بيربط شريان بوريد في الارم يعني. ورقم 6 البيشنت ريكويرنج الدياليسيس هو ار ان ايبل تو توليريت الانتي كواجوليشن، الناس اللي او البيشنت اللي بيكون مش قادر يتحمل الانتي كواجوليشن بيبقى ايه بيستخدم البريتونايل دياليسيس ده. طيب ايه هي الكونترا انديكيشن اوف البريتونايل دياليسيس؟ كده انا عرفت الانديكيشن بتاعته امتى يكون او استخدمه وايه الغرض منه يعني. طب الكونترا انديكيشن ما استخدموش امتى بقى؟ قال البريتونايل في بريتونايل في فايبروزس اند اديشن فولوينج الانترا ابدومينال اوبريشنز. يعني ايه البريتونايل فايبروزس ده؟ اللي هو بيحصل عند تليف او تلف في الانسجه، وده بيظهر يعني ايه في الحيز خلف الكلى يعني. ف
فانا ابقى عارفه ان انا عندي من ضمن الكونترا انديكيشن لحاجه اسمها بريتونايل فايبروزيس والاديشن فولوينج الانترا ابدومينال اوبريشنز، يعني بيحصل عندي التصاق بعد عمليات في داخل البطن. طيب الابدومينال وول اور السكين انفكشن، يعني يبقى بيحصل عندي انفكشن في السكين او بيحصل عندي هيرينيا اللي هو الفك اللي هو اصلا بتاعه الجراحه، خدناها في الجراحه اللي هو مع الفك اصلا معناه اللي هو بروز عضو، يعني من خلال ايه عضو معين بيبقى بارز كده من خلال الجدار التجويفي اللي بيكون فيها، بوريكم برضو صورته. طيب رقم من 3 بريسنس اوف الكولوستومي والاولوستومي والنفروستومي، الحته دي معناها فتحه، وعلى حسب بقى المكان اللي انا اقوله فتبقى الفتحه دي فيه. يعني ايه؟ يعني الكولوستومي ده بيبقى اجراء جراحي بيعملوه عشان يعملوا فتحه مؤقته او دائمه في الايه في القولون، فانا بقى عارفه ان ايه ده الكولوستومي. طب الاليوستومي دي برضو هتبقى فتحه، انا قلت لكم اي حاجه قومي فهي ايه فتحه، فتحه جراحيه بتبقى يعني بتعمل لي طرف او جزء من الامعاء الدقيقه بتخليه في سطح الجلد، تمام، هو ده الاليوستومي. فالنفروستومي بقى المفروض تكونوا عرفتوها بنفس الطريقه، فانا عندي هيبقى في فتحه في الكليه، وده برضو اجراء بيعملوا يعني بيبقى بيعملوا فتحه بين الكليه والجلد عشان يعملوا تحويل لليورين مباشره من الجزء العلوي من الايه من الجهاز البولي، هو ده النفروستومي. والاليا الكونديوت اللي هو خلاص كده خلصنا الفتحات. امال ايه هو الاليا الكونديوت ده؟ قال لي ده بيكون احد الاساليب الجراحيه المختلفه اللي بيعملوها برضو عشان يعملوا تحويل للبول، ودي بتكون في قناه اللفائيه او قناه اللفائف يعني، تمام. بعد كده رقم 4 سيفير دايفرتيكولار ديزيز او في القولون، يعني ان انا عندي بيحصل ايه بيحصل عندي حاجه في اسمها جوبس صغيره بتكون منتفخه وبتتشكل في بطانه الجهاز الايه الهضمي، هو ده الديزيز بتاعت القولون يعني. ورقم 5 اللي هي الريسبيراتوري انسيفيشنس، ده اللي هو بيبقى عندي كسور في الجهاز التنفسي. مع مين بقى؟ قال لي في البيشنت ويز السي او بي دي. ايه هو السي او بي دي اصلا؟ ده بيقول لي ده بيكون مرض رئوي التهابي مزمن بيتسبب في ان او بيعمل لي اعاقه في تدفق الهواء الخارج يعني الخارج من الرئه او الخارج من الرئتين. واخر حاجه في الكونترا انديكيشن قال لي المال نوتريشن اللي هو اختلال بيبقى اللي هو سوء التغذيه، ودي خدناها في التغذية أصلا، اللي هو اختلال التوازن بين المغذيات يعني اللي بيحتاجها الجسم واللي بيحصل عليها، ومربط أوبسات إن أنا بيحصل عندي سمنة مرضية، تمام. طيب إيه هي الكومبليكيشن بتاعت البريتونايل دايلايسيس؟ يعني احنا خدنا الانديكيشن بتاعته، خدنا الكونترا انديكيشن، ناخد بقى الكومبليكيشن اي ايشن وخلاص. طيب في ايه الكومبليكيشن او ايه الحاجات المضاعفات اللي ممكن تحصل بسبب البريتونايل دايلايسيس؟ قال لي اول حاجه بريتونايتس، وقلنا اي حاجه ايتس معناها التهاب، فالبريتونايتس ده ودي بتكون حاجه مستقيمة حاجه شائعه اصلا ودي مهمه، اللي هو معناها التهاب الغشاء اللي بيكون مبطن لجدار البطن واللي بيغطي اعضاء البطن، يعني هو ده الايه البريتونايتس. الكترولايت امبالانس، يحصل عندي امبالانس او غير توازن في الالكترولايت، ديسريزميا اللي هو خلل في ضربات القلب، كاسيتر ديسبليسمنت يعني بيحصل تحرك للقسطره من الحوض الى اعلى البطن. طبعا الديسبليسمنت دي او الكاسيتر دي اصلا دي بتكون قسطره بيحطها في البريتونايل دايلايسيس، لما تشوف الصوره او محتاجه ان الانسان اصلا يشوف فيديو للغسيل الكلوي عشان تبقى الدنيا اوضح يعني. طيب رقم 5 البلادر بيرفوريشن اون الكاسيتر انسيرشن، يعني بيحصل عندي ايه بيحصل عندي ثقب في المثانه وانا بدخل الكاسيتر دي، تمام، فدي مشكله او كومبليكيشن. طيب رقم 6 باول بيرفيوجن، احنا قلنا بيرفيوجن دي معناها ثقب، فقلنا بلادر بيرفيوجن يعني بيحصل عندي ثقب في المثانه، برضو نفس الحوار بيحصل عندي بيرفيوجن في البول، برضو اون الكاسيتر انسيرشن يعني وانا برضو بعمل لما بدخل القسطره يعني، ولصق في البروتين وبين كده، دي الكومبليكيشن. طيب ايه النيرسينج كير مع او اللي انا بعملها مع البيشنت اللي بيكون ايه عنده بريتيونال دايليسيس او اللي بيعمل بريتيونال دايليسيس؟ قال لي اول حاجه دايلياسيد البريباريشن، يعني حاجه كده او اعدادات انا بعملها في الاول اللي هي بتكون حاجه وورمس واماونت الكونسنتريشن، بظبط الدنيا وبظبط الكونسنتريشن وان الحاجه قدامي تبقى كلينلي. بريبير البيشنت، بعمل بريبير للبيشنت
بشوف البري بيشنت ويت وزنه الاول، وبشوف الفيتال ساينس بتاعته واللاب فاليو، بعمل بريبريت للانسيرشن اوف التمبوري كاستر، للكاستر اللي بيكون هو مركبها يعني بشكل تمبوري اللي هو بشكل مؤقت. اف البيشنت هاف بيرمننت كاستر، لو البيشنت بقى بيبقى عنده كاستر بيكون بيرمننت وحاجه دائمه معاه، تشيك ات، بعمل لها تشيك عشان اشوف الباتنسي اللي هو، او اعمل لها باتنسي اللي هو اظبطها يعني او اعدلها، واشوف الاتس لوكيشن اللي هو المكان بتاعها بيكون مظبوط ولا لا. وبكده هيكون خلص البريتونيل، البريتونيل دياليسيس. هيدخل بقى على الهيمو دياليسيس وياخد كل حاجه فيه زي زي الدياليسيس كده. طيب قال ان الهيمو دياليسيس ده وركس باي سيركيوليتنج ذا بلاد ثرو ذا سبيشال فلترز، يعني بيعمل لي سيركيوليت للبلاد او بيعمل فلتر خلال سبيشال فلتر اللي هو خلال فلتر معين بيعمل بي سيركيوليت لايه للبلاد. ذا بلاد فولوز اكروس السيمي بيرميال او الدياليزر او الفلتر. افتكروا ان هناك كنا بنفتكر بنستخدم ممبرين او غشاء، هنا بنستخدم حاجه اسمها سيمي بيرميبول او دياليزر او فلتر يعني، تمام؟ فده فرق بينهم مهم، مهم علشان ان انا اخلي بالي منهم يعني، عشان لو جه صح وغلط او ام سي كيو. بيقول لي along with solution that help facilitate removal of toxin، يعني كمان ان انا بستخدم solutions عشان دي بتعمل لي فاسيليت او تسهيل ان انا اعمل ريموفال للتوكسين او السموم اللي عندي. بيقول لي رجع برضو كررها، بيقول لي ان السوليوشن بتساعد على الفاسيليت بتاع ريموفال الايه التوكسين، تمام. بعد كده بيقول لي بيفور الهيمو دياليسيس كان بي بيرفورمد. قبل ما بعمل بقى ايه هيمو دياليسيس انا ببقى محتاجه او نيدز تو بي ادكويت الاكسس، لازم اظبط الاكسس بتاعتي تو ذا فاسكولار سيستم. الحته او الصفحه دي بيتكلم فيها عن حاجات يعني ايه تخص الغسيل الكلوي بشكل خاص شويه، اللي هو يعني ما يتجيش فيها سؤال او حاجه، والحته المهمه فيها انا برضه هقول عليها، لكن في حاجات كتيره بحس ان احنا اصلا مش فاهمينها. طب هنكمل. قال لي بقى تو وصلنا لحد فين، بيقول لي ان انا عندي الاكسس نيدز تو سبورت البلاد فلو. الاكسس دي بتعمل لي او بتخلي لي البلاد فلو يكون 250 مللي لكل دقيقه. الحته دي مهمه ان انا بعرف ان البلاد فلو بتاعي الاكسس بتبقى المفروض تخليه 250 مللي لكل دقيقه، تمام. وقال ان الاكسس كان بي ايزير اكسترنال او انترنال، برضو مهم ان انا بعرف ان الاكسس دي ممكن تكون حاجه اكسترنال او حاجه انترنال، تمام. طيب الاكسترنال هيبدا بقى يوضح. الاكسترنال اكسس دي بتبقى ليها تو كاسيتر. طيب ولما ليها تو كاسيتر قال لي بقى وان، يعني واحده من الكاسيتر دول هتكون بليز ان ان انتر ارتري، هتكون محطوطه في شريان. طب والتانية ان قال لي الاند الوان ان ان ادجسنت فين، يعني التانية هتكون محطوطه في الفين المجاور للايه للشريان ده، تمام. اور تو كاسيتر، او حتى ممكن الاثنين دول، او ان انا استخدم او احط التو كاسيتر دول اعمل لهم بوزيشن في ديفرنت بارتس في اجزاء مختلفه من اللارج فين، في يكونوا في فين كبير يعني. طيب بيقول ان الاكسترنال اكسس دي بتكون تايبكلي اونلي يوزد ان ايمرجنسي سيتويشن، يعني انا بستخدمها فقط في الحاجات اللي بتكون ايمرجنسي او في السيتويشن او المواقف اللي بتكون ايمرجنسي. الحته دي مهمه قوي قوي ان انا بعرف ان الاكسترنال اكسس دي بستخدمها اونلي في الايمرجنسي سيتويشنز، تمام. تجي صح وغلط، وممكن تجي ام سي كيو يقول لي اكسترنال ولا انترنال ولا كده، فانا اختار بقى. طيب الانترنال اكسس كان بي ايزير ان ارتيريو فينس اي في فيستولا او اي في جرافت، هوريكم برضو الفرق بين الاي في فيستولا واي في جرافت. يعني بيقول لي ان هي بتكون ايه، يعني الاكسس ده ممكن تكون ارتيريو فينس اللي هم بيختصروها في اي في فيستولا او اي في جرافت، تمام. بيقول ان الاي الاي في فيستولا دي انفولفز بتبقى ايه بقى جوينينج اوف الان ارتري اند الفين، يعني بيبقى فيه ارتباط بين الارتري والفين. تو الاو لارج فوليوم اوف البلاد فلو، عشان اسمح لكميه كبيره من البلاد ان يحصل لها ايه فلو. بيقول لي بعد افتر يعني بعد 4 لـ6 اسابيع، من 4 لـ6 اسابيع الفستيوله دي نيدز تو هيل، فانا عشان كده النيدلز كان بي بليزد سو ذات الارتريال بلاد كان بي بلد اوف. الحته دي كلها كلام كده اللي هو محتاجه فعلا ان انا اشوف فيديو عشان اعرف الاي في فيستولا بيشتغل ازاي والاي في جرافت بيشتغل ازاي، غير كده يعني مش هتبقى واضحه، تمام.
بس لكن هي يعني مفيش فيها سؤال ممكن يجي او حاجة، بس غير ان هو بيقول لي ان ال ان الـ بعد كده بيتدخل بقى بيقول ال AV graft may be used for the people whose veins are not suitable for the AV fistula. يعني ايه دي بقى اللي مهمة فعلا، ان انا اعرف ان ال AV graft بستخدمه للناس اللي بيكون ال veins بتاعتهم مش مناسبة او not suitable لل AV fistula. دي مهمة قوي قوي. بيقول ان البروسيجر ده بيعملوه انفولف السيرجيكال جرافتنج، بتبقى حاجة جراحية من خلال ان الدونر فين فروم ذا بيشنتس او سفينس فين، ده اسماء الفين يعني بيكون في الليج بتاع البيشنت، والكاروتيد ارتري ده شريان بيكون من الكاو، اورا ساينسيتك ايه جرافت فور الان ارتري تو فين. قلت لازم ايه يعني انا هنا دلوقتي استخدم الحته دي زي ما انا قلت، يعني عايزه فيديو انا يعني رخمه اصلا، وبس ما فيهاش سؤال مثلا ممكن يجي او حاجه، ممكن نقراها كده ونعرفها وخلاص. بعد كده الموست كرونيك هيموداياليسيس بيشنتس ريسيف من 3 ل 4 ساعات دياليسيس، يعني 3 ايام في كل اسبوع. يعني ايه بقى الحته دي؟ يعني دي بقى برضو مهمه، ان انا بعرف ان الكرونيك هيمو دايليسيس او البيشنت اللي بيعمل هيمو دايليسيس بياخدوا حوالي من 3 او 4 ساعات دايليسيس، بيعمل غسيل الكلوي حوالي 3 او 4 ساعات، وكمان بيبقى 3 ايام كل اسبوع. دي بقى مهمه فعلا ان انا اعرفها. في نقطتين بقى تانيين هو اللي انا يعني اللي انا ما قلتهمش هنا، وانا يعني انا نفسي مش فاهماهم فمش عارفه اقولهم ازاي. الصفحة بقى بتاعت 103 دي اول جزء فيها لحد قبل الكوميونيكيشن بتاع الهيموداياليسيس كده، دي كلها مكررة نفس الصفحة اللي فاتت دي، اللي احنا قلنا يعني عشان افهمها لازم اشوف لها فيديو غير كده، يعني او فيها في نقطتين لازم اشوف لهم فيديو يعني، ده لو حد عنده وقت. المهم كده، لكن هي يعني مفهومش حاجة مهمة تيجي في الامتحان. طيب الكومبليكيشن بتاع الهيموداياليسيس، قال لي عندي اول حاجة اكيوت كومبليكيشن، يعني اللي هو حاجات او كومبليكيشن بتحصل بسرعه، او يعني اللي هو بتحصل واكيد حاجه حاده اللي هو حصلت دلوقتي، وحاجه بعد كده لونج يعني بتاخد مثلا ايه وقت عشان تحصل، او كومبليكيشن بتكون لونج لها لونج تيرم يعني. طيب ايه بقى الاكيوت؟ ممكن يعمل لي هايبوتنشن، يعمل لي نوزه، فوميتنج، فاتيج اند ايموشنال ديستريس، تمام، يعمل لي انفكشن زي الفيرال هيباتيتس البي والسي، والحته دي مهمه، او الاكيوت كومبليكيشن اصلا كلها مهمه. الالكترولايت امبالانس، يحصل عندي الكترولايت امبالانس اند ليج ايه كرامبس، بيبقى فيه تشنجات في الليج يعني. بعد كده بليدنج من الاكسس سايت، الاكسس اللي بيبقى مركبينها في الهيموداياليسيس يحصل منها بليدنج، او يحصل عندي دايلايزر رياكشن، يبقى عندي رد فعل للدايلايزر ده او الجهاز الغسيل يعني، يحصل عندي اير امبوليزم، قلنا الاير امبوليزم دي قبل كده معناها انسداد في وعاء دموي بسبب فقاعه هوائيه واحده او اكتر يعني، يحصل عندي كاردياك اسكيميا، وانها برضو يحصل عندي اريزميا او شوك، تحس ان الكلام برضو بيتكرر برضو في المحاضرة دي فبس محتاج تركيز شوية. يحصل عندي ديسيكويلي بريام سيندروم، ودي بتكون يعني متلازمة، او معناه اختلال، بيكون اختلال في التوازن بيكون مرتبط بايه بالغسيل الكلوي يعني، وبيبقى بيحصل عندي علامات واعراض عصبية بتصيب مرضى الفشل الكلوي. تمام كده الاكيوت خلصت. طب اللونج بقى، قال لي اللونج كومبليكيشن هيحصل عندي كارديو فاسكولار ديزيز، امراض في القلب والاوعيه الدمويه زي ايه، زي البريكاردايتس، وقلناها برضو قلتها في المحاضره دي، والريجولار هير بيتس، يبقى عندي ضربات القلب تكون ايه غير منتظمه، يبقى عندي ارتريوس كلوروزيس اللي هو تصلب في الشرايين او نوع من تصلب الشرايين يعني، يبقى عندي جروس ريتراديشن اللي هو يبقى عندي تاخر في النمو، عندي نيورولوجيكال كومبليكيشن يعني كومبليكيشن او مضاعفات بتحصل في النيورولوجيكال او حاجات عصبيه يعني، يبقى عندي بلود لوس فقد في الدم بسبب الليدنج تو بيأدي ايه، بيعمل لي بقى ايه ايرون ديفيشنسي انيميا، بيسبب لي انيميا ريكوايرنج ريجولار ايرون ريبليسمنت، وده بيتطلب ان انا ايه اعمل ايرون ريبليسمنت يعني، او ادي للبيشنت ده ايرون. واخر حاجه في اللونج تيرم كومبليكيشن دايليسيس ديمنتيا او ديمنتيا، ودي بتكون ان كومن ناو يعني حاجه من غير شائعه. تمام دي برضو مهمه، دي تبقى حاجه يعني ايه يعني حاجه عصبيه طبعا الغسيل الكلوي. تمام كده خلص الغسيل الكلوي خالص. قلنا عندنا عنده البيشنت اللي بيكون عنده فشل كلوي عنده تو اوبشنز، ان هو يعمل دايليسيس، وقلنا الدايليسيس نوعين هيمو دايليسيس وبريتونيل دايليسيس وخلصناهم. الاوبشن الثاني قلنا ان هو يعمل ايه كيدني ترانسبلانتيشن،
واللي هو زراعة الكلى يعني. وطبعا بالنسبة للبيشنت أو عشان يتجنب الألم، الأحسن طبعا في الاتنين هو إن هو يعمل زراعة كلى. بس طبعا ليه بقى ممكن ميبقاش متوفر كده؟ لأن بيبقى ليها كذا سبب، محتاجة فلوس كتير طبعا، محتاجة حد أصلا يتبرع بكلية، فهي ايه يعني مشكلة. لكن هي طبعا الحل الأحسن للبيشنت ده، لو يعني لو نفعت بيبقى بيتجنب بقى الألم وأي حاجة وبيعيش طبيعي. طيب فهو اللي بقى دلوقتي ان الكيدني ترانسبلانتيشن ده بيكون سيرجيكال بروسيجر، بيعمل تو ريموف هيلسي فانكشن الكيدني. يعني ان انا دلوقتي باخد ايه هيلسي وفانكشنينج كيدني، يعني كيدني تكون هيلسي حاجه صحيه كده وتكون شغاله كويس، الفانكشن بتاعته تمام. من مين؟ فروم ا ليفينج اور البرين ديد دونر. الحته دي مهمه، يعني انا ممكن اخد الكيدني دي من حد يكون حي او ميت دماغيا، يعني البرين بتاعه يكون ليفينج اور حتى دي تمام. اند امبلانت ات انتو ا بيشنت ويز نون فانكشنينج كيدنز، يعني اعمل لها امبلانت او اعمل لها زراعه في البيشنت اللي بيكون ايه الكيدني بتاعته نون فانكشن يعني. طيب ايه هي الانديكيشن بقى، او انا ليه بعمل كيدني ترانسبلانتيشن؟ قال لي بستخدمها تو تريت البيشنتس اكسبيرينسينج الاند ستيج رينال ديزيز، يعني البيشنت اللي بيكون خلاص بقى اند ستيج ومرحله وصل لمرحله خطيره، ومرحله اللي هو ايه اند ستيج من الرينال ديزيز اللي هم اختصروها في الاي اس ار دي، فانا بعمل له ترانسبلانتيشن تمام. ودي بتعمل لي ريزولتنج فروم الجلوميرولار ديزيز، يعني الاند ستيج دي بتاجي بسبب جلوميرولار ديزيز وبتاجي بسبب دايابيتس ميليتس اللي هو مرض السكر والهايبرتنشن ارتفاع الضغط وكده تمام. طيب الريسيبيانت سيلكشن ازاي اعمل ايه، ازاي اعمل سيلكشن للريسيبيانت او المستلم ده؟ قال الابروبريت الريسيبيانت سيلكشن بيكون امبورتانت فور ا سكسسفول ترانسبليشن ترانسبلانت، يعني ان انا دلوقتي اختار حد كويس علشان اقدر الترانسبلانت دي تكون ناجحه، او العمليه اللي انا اعملها دي تكون ناجحه. البيشنت ويز الكارديوفاسكولار ديزيز والديابيتيك بيشنت بيكونوا هاي ريسك تمام. طيب ايه هي الكونترا انديكيشن للترانسبلانت؟ ما كل حاجه ليها كونترا انديكيشن عندي. قال لي اول حاجه يحصل عندي ديسيمينتد مالجنانسي اللي هو بيكون سرطان بيتشكل في نوع من خلايا الدم الايه البيضه يعني. طيب يحصل عندي كرونيك ريسبيراتوري فيلير مشاكل في التنفس، يحصل عندي كرونيك خليكم فاكرين ان هي يعني كذا كرونيك عشان اثبتهم في دماغي، كرونيك فاسكولار ديزيز، يحصل عندي كرونيك انفكشن، واخر حاجه في الكومبليكيشن يحصل عندي ان ريسولفد سايكراتيك ديزوردرز، يعني بتكون اضطرابات ايه نفسيه يعني. قال لي كمان ان الدونر سورس المصادر او اللي انا ممكن اخد منها كدني وممكن يكون ليفينج دونرز وكذا وكذا فير دونر، والاثنين دول مهمين قوي 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 تمام. فانا بعرف ان الدونر سورسز ممكن نكون حد ليفينج وحد كادافر. الكادافر ده اللي هو اللي احنا قلناها برضو اللي هو البرين ديد بيبول، الناس اللي بيكون عندهم ايه مش احنا قلنا ممكن يكون حي او ميت في البرين يعني، هما دول بقى. واخر حاجه في المحاضره الطويله دي الكومبليكيشن، ايه هي الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل بسبب زراعه الكلى دي؟ قال لي اول حاجه ترانسبلانت فيلير، يحصل عندي فشل اصلا في النقل، وده طبعا هيحصل ايه بيحصل بسبب ان يحصل عندي ريجكشن، ان البيشنت ده يرفض الكليه اللي جايه له دي. والريجكشن ده بيكون ثلاث انواع ودول برضو مهمين قوي قوي. قال لي حاجه اسمها هايبر اكيوت ريجكشن اللي هو البيشنت يعني بيرفضها من اول حاجه اول خلال 24 ساعه، والاكيوت ريجكشن دي بيرفضها خلال ايام، يعني انا مثلا استنى يومين او ثلاثه او من ايام لشهور يعني وبعد كده يحصل ايه الريجكشن. واخر حاجه في الانواع بتاع الريجكشن الكرونيك ان هو بعد شهور او سنين يحصل الريجكشن ده. طيب ده كده اول حاجه من الكوميونيكيشن اللي هو الريجكشن او اللي هو ترانسبلانت فيلير، يحصل عندي فشل في النقل وخلاص. قال لي كمان ممكن يحصل عندي انفكشن، يحصل عندي هايبرتنشن وميلاجنسيز اللي هو الامراض الخبيثه. وكده تكون المحاضره دي خلصت، اتمنى اكون قلتها بشكل كويس وكونوا فعلا فهمتوها. وطبعا يعني هي رخمه بس محتاجه ان انا اذاكرها كويس واركز فيها، ان شاء الله تبقى سهله يعني. والسلام عليكم ورحمه الله.